ينضم الي عبر الهاتف الدكتور سعيد الزغبي استاذ العلوم السياسيه. دكتور سعيد، يعني لا نريد ان نتشائم ولكن ان نتفائل في حقيقه الامر وان نشهد ربما نهايه قريبه لهذا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، وبالتالي ما هي السيناريوهات المتوقعه خلال الفتره القادمه؟ هل نحن نمضي بالفعل في هذا الاتجاه ام ان هناك الحسابات الاسرائيليه قد تعرقل هذه الجهود في نهايه المطاف؟ دكتور سعيد. ايوه فندم، اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. يا فندم كنت اتساءل دكتور سعيد، يعني السيناريوهات المتوقعه خلال الفتره القادمه، هل نحن نمضي باتجاه بالفعل التوصل الى وقف لاطلاق النار في ظل هذه الدعوات الامريكيه وفي ظل هذه الوساطات الاقليميه، ام ان الحسابات الاسرائيليه قد تعرقل مثل هذه الجهود؟ والله بص حضرتك، احنا زي ما احنا شايفين على التصعيد اللي احنا بنشوفه كل شويه في جنوب لبنان، يعني الضرب ما زال. وانا عايز استشهد يعني بالكلام اللي كان بيقوله بنيامين نتنياهو هذا الفاعل المارق في هذه المنطقه، يعني كان بيتكلم بيقول من اسبوعين ان حتى لو احنا توصلنا الى وقف لاطلاق النار في جنوب لبنان هيكون في غارات لكل ساعتين، هيكون في غاره في لبنان والقضاء حتى القضاء على حزب الله في لبنان. وانا اعتقد ان يعني هذا التصعيد مستمر حتى في قطاع غزه، انا اعتقد حتى مع اداره ترامب الجديده، انا اعتقد ويعني كل الرؤى بتقول ان سوف يستمر هذا التصعيد. ممكن يعني انا قرات بعض التقارير في احد المراكز الفكر في الولايات المتحده الامريكيه بتقول ان التصعيد في قطاع غزه سوف يستمر حتى مع اداره ترامب لمده عام اخر في قطاع غزه. إذن الاحتلال، السيناريو اللي احنا بنقوله او السيناريو المتوقع هو القضاء التام على القوة العسكرية الخاصة بحزب الله، القضاء التام وانهاك القوة العسكرية الخاصة بحماس وعدم تواجدها حتى في سلطة الحكم في قطاع غزة. ان تحققت هاتين الآليتين انا اعتقد ان ممكن نقول ان احنا ممكن نوصل لاتفاق، ولكن ده من وجهة نظر يعني الحكومة الإسرائيلية. احنا من وجهة نظر المنطقة العربية لو احنا بنبص احنا بنشوف فعلا يعني فعلا هذه الحرب اضعفت من وانهكت قوة حماس وانهكت قوة حزب الله. حتى انا ساعات يعني احنا بنحلل كده وبنقول ان استمرار حكومة إسرائيل في حربها في جنوب لبنان يعني ده دل على انها يعني بتعرقل اي مسيره لتوقيع اي هدنه سواء اذا كانت مستدامه او هدنه مؤقته في قطاع غزه. هذا الحزب، حزب الليكود وهذه الحكومه الاسرائيليه تريد اباده حماس وحزب الله تماما في يعني على الخريطه السياسيه سواء اذا كان من لبنان او من قطاع غزه. فانا اعتقد ان السيناريو المتوقع استمرار هذه الغارات، استمرار الضرب، حتى احنا وصلنا دلوقتي الضرب في عمق لبنان في لبنان في بيروت. انا اعتقد ان ممكن يستمر هذا الموضوع سواء اذا كان في قطاع غزه او في جنوب لبنان حتى لو توصلنا الى زي ما بنقول عليه اتفاق وقف الحرب في جنوب لبنان والرجوع الى قرار الامم رقم 1701. طب دكتور سعيد، ايه يعني في المقابل ايضا اليست اسرائيل بحاجه الى وقف لاطلاق النار هي الاخرى؟ ما هي متضرره ايضا من الاوضاع عسكريا واقتصاديا وغير ذلك من الامور، وبالتالي ما هي المراهنات التي يسعى اليها نتنياهو في هذه المرحله في ظل ايضا ما يتكبده ربما من خسائر كانت في لبنان وايضا ما زالت في قطاع غزه؟ يعني بص حضرتك انت يعني فعلا النقطه دي مهمه جدا جدا. الجيش الاسرائيلي انهك ايضا، الجيش الاسرائيلي واسرائيل عموما، يعني انا في يعني تقرير لرئيس بورصه تل ابيب يقال ان بعد هذه الحرب على جنوب لبنان وعلى قطاع غزه في 2025 سوف تعلن اسرائيل افلاسها على مستوى المجتمع الدولي. التضخم اصبح هناك كثير، السياحه التي تعتمد عليها تل ابيب يعني خسرت اكثر من 28% من حجم الناتج الخاص بالسياحة. أيضا الاقتصاد والاقتصاد والعجز في الموازنة العامة لإسرائيل، هناك عجز ليس فقط في الإنفاق العسكري ولكن أيضا على مستوى إسرائيل. فأنا أعتقد يعني وكنت مرة يعني كنا في أحد اللقاءات وفي بعض التقارير مكتوب كده أن سوف إسرائيل تلجأ إلى الجنود المرتزقة من الدول الأخرى حتى تحارب يعني في الجيش الاحتلال الإسرائيلي. يبقى إذن زي ما حضرتك بتقول فعلا هذه الحرب سواء إذا كان في جنوب لبنان وخاصة جنوب لبنان أنهكت القوى العسكرية الإسرائيلية، ولكن
هنا يعني هنا لو احنا بنقول او بنحلل هنقول ان بنيامين نتنياهو يريد استمادة الحرب واستدامة الحرب ليه؟ حتى لا تقع عليه اي يعني حتى يبتعد عن ما تسببه له الاحكام القضائية الخاصة بالفساد اللي حصل في اسرائيل. حضرتك لا تنسى ان قبل 7 اكتوبر 2023 اساسا كان الاسرائيليين بيخرجوا في حدائق تل ابيب كل يوم سبت وبينادوا بانهاء حكم بنيامين نتنياهو الفاسد في الحكومة الاسرائيلية. يعني اذا هذا الشخص غير مقبول اساسا في الحكومة في الشعب الاسرائيلي في اجماع الشعب الاسرائيلي من قبل 7 اكتوبر 2023. يبقى إذن هو بيبعد عنه القضايا الفساد. تاني حاجة أنا أعتقد أن ممكن تكون دي نقطة مرجحة اللي هو يسيب كل الانتصارات ووقف الهدنة وما فعله ريجن لو حضرتك تفتكر في الثمانينيات من القرن الماضي عندما أعفى عن كثير من الرهائن الموجودين الأمريكيين الموجودين في إيران. أنا أعتقد أن سايب هذا الموضوع وسايب هذه الهدنة إلى إدارة ترامب للنتيجة في 20 يناير 2025، ويبقى دوت يعني بداية فوز لإدارة ترامب في هذه الحرب. طب يعني بمناسبة هذا الأمر يعني دكتور سعيد، يعني هل ربما ينتظر نتنياهو الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد ترامب لتحقيق بعض التسويات الأخرى، احتلال أجزاء في قطاع غزة مثلا وتطبيق خطة الجنرالات، أم احتلال القطاع بأكمله وضم الضفة الغربية وغير ذلك من الأمور، وتغيير ربما خريطة المنطقة يعني بناء يعني على ما يجري بالطبع في لبنان وما يجري أيضا في سوريا وما يجري في قطاع غزة وغير ذلك من المشاهد التي نشهدها في الأونة الأخيرة؟ شوف حضرتك احنا عايزين نقول برضو ان في الحملة الانتخابية لترامب وايام الدعاية الانتخابية كان ترامب دايما بيتكلم عن نقطة 4 دول لا تكفي مع تطبيع اسرائيل او توقيع على اتفاقية ابراهام. يعني اذا ترامب قادم وهذه الادارة قادمة لمزيد من التطبيع من الدول العربية مع اسرائيل، ولكن خلينا نلعب بهذه المعادلة. المملكة العربية السعودية، وزير الخارجية الامير محمد، المملكة العربية السعودية في العموم لا تقبل التطبيع مع اسرائيل الا من مبدا حل الدولتين والرجوع الى حدود ما قبل سنة 67. يبقى اذا هناك ترامب بيقول ان احنا عايزين نزود اتفاقية ابراهام او بمعنى اصح التطبيع مع هذه الدولة، وايضا الدول العربية تحط اشتراطاتها ان لا تطبيع ولا وجود علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني الا بمبدأ حل الدولتين. ولكن ارجع تاني واقول لحضرتك ان هناك ايديولوجية فكرية بالنسبة لاسرائيل، وزي ما احنا بنقول كده ان يوم 7 اكتوبر جاء ليس على طبق من فضل بنيامين نتنياهو بل على طبق من ذهب لتحقيق هذه الايديولوجية الفكرية، الا وهي القضاء على حماس، القضاء على قطاع غزة تماما، ومن ثم الانتشار في الضفة الغربية ومن ثم رام الله. انا عايز اسال حضرتك يعني لو احنا كده سالنا سكان شمال غزة سكان شمال اسرائيل اللي هربوا من ضربات حزب الله في شمال اسرائيل راحوا فين؟ راحوا بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. يبقى اذا هناك مخطط اخر للقضاء على القضية الفلسطينية والقضاء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، من ثم رام الله ثم القدس ثم فض القضية الفلسطينية. ولكن أنا أعتقد أن هذه الخطة يعني في إدارة ترامب الجديدة وفي ظل المجتمع الدولي وخاصة المجتمع العربي وما شاهدناه من يعني من أحداث كبيرة جدا من المجتمع العربي أن هو بيرفض هذا الموضوع، مثل ما حدث في مؤتمر قمة الرياض من حوالي 3 أسابيع ورفض جميع الدول العربية لهذا الأسلوب الغربي وهذا الاحتلال المستفز يعني في المنطقة. أنا أعتقد أن ممكن نحكم هذا الموضوع ونتكلم على خطة اليوم التالي، ألا وهي أنا أعتقد كده ويعني كل المؤشرات بتقول أن قطاع غزة هينقسم إلى شمال وجنوب عن طريق معبر نفتاريم. أعتقد أن الشمال هيبقى جزء فاضي لا يحكمه أي يعني ولا سلطة فلسطينية، ممكن تكون أرض منزوعة السلاح زي جنوب لبنان، ممكن تحكمه قوة دولية بما فيهم أيضا إسرائيل، والقطاع باقي القطاع ممكن يعاد ترتيبه مرة أخرى أيضا بوجود الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هل السلطة الفلسطينية، وإحنا بنركز هنا حضرتك على السلطة الفلسطينية
الفلسطينية ودور السلطة الفلسطينية. لابد أن يكون دور هناك دور للسلطة الفلسطينية ولا يكون دورا مهمشا، لأن احنا من أول هذا الاحتلال ومن أول 8 أكتوبر احنا يعني السلطة الفلسطينية ليس لها مجال حتى في عملية التفاوض، ليس لها قرار علشان تاخده. لازم يبقى إذن احنا هنا لابد أن احنا ما نهمش دور السلطة الفلسطينية. السيد الرئيس عباس أبو مازن لابد أن يكون له خطوة في هذا الموضوع، وأنا أعتقد أنه هيرفض مثل هذه الخطة، لأن هذه الخطة أنا أعتقد هتبقى يعني بداية تصفية القضية الفلسطينية. نعم. طب دكتور سعيد، يعني أنت أيضا تحدثت عن الدور العربي، وربما هناك تنسيق المواقف بين الدول العربية لمواجهة بعض هذه المخططات بالفعل على أرض الواقع. لو تحدثنا عن الدور المصري والتأكيد على هذه الثوابت، لا لتصفية القضية الفلسطينية ولا لتهجير الفلسطينيين وغير ذلك من الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية والتنسيق بالطبع مع الدول الإقليمية والإدارة الأمريكية في هذا الصدد، يعني الموقف المصري الثابت وهذه أيضا الزيارات التي شاهدناها بالأمس، يعني تقييمك لهذا الأمر وتعامل القيادة السياسية المصرية أيضا مع هذه التطورات. الموقف المصري واضح من يوم 21 أكتوبر 2023 عندما نهضت مصر في مؤتمر قمة القمم، قمة السلام لو حضرتك تفتكر، اللي عقد في العاصمة الإدارية. احنا أول دولة في المجتمع الدولي والأسرة الدولية تنتبه لهذه الحرب ولهذا الهجوم البري الوحشي من بنيامين نتنياهو. احنا الدولة المصرية الوحيدة اللي عقدت هذا المؤتمر، وحضروا اكثر من 33 دولة و7 منظمات دولية منهم الامم المتحدة، وعملنا الروشتة المصرية. الروشتة المصرية اللي حضرتك قلت جزء منها، لا للتهجير القسري، واعتبر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التهجير القسري هو فضل القضية الفلسطينية. ليس فقط التهجير القسري لإخواتنا في قطاع غزة لمصر، ولكن اي دولة من دول الجوار، سواء اذا كان الاردن، راينا قبل كده الجسر المائي اللي بين قطاع غزة قبرص، اي دولة من دول الجوار، احنا في مصر نرفض هذا التهجير القسري. الناحية الثانية زي ما حضرتك قلت ان لا لقتل معبر رفح، واحنا اتكلمنا على معبر رفح، وحضرتك لا تنسى والسادة المشاهدين 80% من المساعدات الانسانية التي دخلت الى قطاع غزة كانت مساعدات مصرية. اول من فعل المساعدات المصرية عن طريق الجو كانت مصر، ومعها الدول العربية الأشقاء مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية. مصر زي ما احنا بنقول كده هي اللي شالت الشيلة. لو احنا كنا اتبعنا او المجتمع الدولي كان اتبع هذه الروشتة المصرية من يوم 21 اكتوبر 2023، وانا اعتقد ان احنا ما كناش نوصل لهذا اللي احنا وصلنا، لان احنا عندنا كانت القيادة السياسية فعلا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عنده استشراف للمستقبل والخوف من التوسع الجيوسياسي لهذه الحرب، وده حصل بالفعل اللي احنا شايفينه على ارض الواقع. منذ بداية 2024 بدأنا نشوف توسع جيوسياسي لهذه الحرب في جنوب لبنان، ثم في سوريا، في العراق، ثم في ايران. بدأنا ان احنا يعني بعد ما كنا في قطاع غزة، لا بدأنا نتكلم على هذا الموضوع. اعتقد ان دور المصري ليس فقط من ايام هذا الموضوع، من يعني مش من يوم 7 اكتوبر 2023 هو واضح، ولكن هو ثابت من الثوابت المصرية الموجودة عندنا ان يكون هناك دولة فلسطينية بجانب الدولة العبرية منذ قرار 181 للامم المتحدة منذ عام 48، وجود دولة فلسطينية بجانب الدولة العبرية. وما ننساش حضرتك الدور المصري الكبير اللي بيلعبه دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري في كثير من المحافل الدولية. لو حضرتك ما تنساش الاجتماع اللي حصل في مدريد قبل مؤتمر الرياض، وكان أجمع جميع وزراء الخارجية العرب في مدريد وأقروا بحقية حل الدولتين. أنا أعتقد كل هذه الصور المصرية والتحركات المصرية، ولا أحد ينكر هذا الدور، يعني كل اللي بيجي عندنا في مصر من زيارات ورؤساء لا ينكر، آخرهم كان رئيس دولة ماليزيا، وكان موجه التحية رئيس الوزراء لدولة ماليزيا، ووجه التحية والشكر والعرفان للدور المصري لما تفعله مصر مع إخواتنا في قطاع غزة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية.